راح نلقي الضوء اليوم على موضوع كتير كتير مهم، هو بصراحة ردا على عدة تساؤلات أجت على الفيسبوك. هل أرسل المسيح إلى بني إسرائيل فقط؟ وهذا السؤال كتير كتير مهم، وابتديت أدرس وابتديت أبحث، وطبعا يعني استغربت لما فت على الصفحات المسيحية وفت على الصفحات الإسلامية، يعني أكثر من يهاجم بهذا الموضوع استغربت أنه باللغة الإنجليزية الباكستانية، مع أنه ما عندهم أي فكرة عن اللغة العربية، ما عندهم أي فكرة عن اللغة اللي المفروض يفهموها. وبعدين من السهل أنه أسهل وسيلة دفاع اهجم، اضرب، اعمل ما تريد، مش مهم أنه أستوعب، مش مهم أفهم، مش مهم أنه فعلا أنا بدي أستنير أو أكون منصف عادل في بحثي في جدلي في كلماتي، لكن أسهل طريقة حتى أثبت ديني أنه صح أخبط الدين الثاني، أضرب كيف ما بدك. فوأنا عم بفكر في الموضوع، هل فعلا أرسل المسيح إلى إسرائيل فقط؟ بعدين أخذني حالي من الضحك، وهون عاوز أعتذر لكل المسيحيين أنه أنا عم برد على سؤال اللي هو بديهي جدا، أنه أي شخص بيقرأ في الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا بشوف أنه الله عنده مخطط واحد، وهذا المخطط هو في ملء الزمان أرسل الله المسيح حتى يكون فاديا ومخلصا. فإذا في صفحات كثير من العهد القديم تتكلم عن دخول الأمم إلى المسيحية أو إلى المسيح، والعهد الجديد من بداية إنجيل متى حتى سفر الرؤيا لا تخلو صفحة من الصفحات اللي بتتكلم عن غرض الإنجيل. فإذا كيف يهاجمون الشيء لم يقرؤونه، وكيف يتحدثون عن شيء لا يعرفونه؟ فأنا في البداية أريد أن أعتذر للمسيحيين أنه أنا عم بجاوب على الشيء اللي هو سهل جدا بديهي موجود في الكتاب المقدس بكل وضوح، وضوح الشمس. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة حتى نلقي حتى ولو بعض الضوء على فكر الله تجاه هذا الموضوع.